السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. اليوم عندي البروشات، راح ندير يعني بروشات يعني بسكالو كما تقدري ديريه بصدر الدجاج. انا عندي كما قلت لكم هنايا السكالوب يعني مقطعات مربعات صغار، يعني راح ندير فيه تتبيله تاع البروشات. واش عندي هنايا الكمون، ندير شويه تاع الكمون، وعندي زنجبيل، شويه تاع زنجبيل، وعندي فلفل اسود، عندي الفابريكا يعني الفلفل الحلو، والملح حسب الرغبة. وعندي هنايا كما عارفين ديما صدر الدجاج ولا السكالوب ما يجيناش يعني قاصح، يعني ندير له مقطع تاع سيترون، وقف تاع الليمون قارص، ولا كيما تقدري ديري فيه الخل كيف كيف. انا عندي هنايا مقف تاع قارص. وعندي لمطخت يعني الخردل، عندي هنايا ندير مغرف صغيرة، وعندي شوية تاع القشطة، وندير فيها مقرفتين تاع زيت نباتي. نخلط مليح التتبيله هذه، راح نديرو يعني الاسكالوب ولا صدر الدجاج ولا يعني حنديرها في الفريغو يعني على الاقل يعني ساعه ساعتين، يعني حتى 3 ساعات، يعني باش تشرب باه يشرب السكالوب يعني التتبيله هذه مليح. وراح نكملوا الوصفه، يعني حنديرها في البلاستيك ونديرها في الفريغو. شوفوا يعني التتبيله تاع الدجاج يعني خليتها كيما نقولوا ساعتين، يعني عطيت لها الوقت تاعها، خليتها ساعتين وتشرب لنا التتبيلة مليح. شوف يعني خليتها ساعتين كيما قلت لك. انا راح نديرها بالخضره، اللي ما يديرهاش بالخضره يقدر يديرها هكذا ثانية يعني تجي مليح. انا راح نرفقها بالخضره، انا عندي هنايا الطماطيش سوغيس، وعندي الفلفل الحار، والبصل بصلة، تقدري ديري فلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. أنا عندي هنا الفلفل الحار، طماطي الشوغيس، والبصلة، وعندي الأعواد تاع الشواء هذا، أنا عندي كيما أعواد الشواء يعني هذا، كاين تاع الخشب وكاين تاع الحديد.
باش راح ندير. انا عندي هنايا ندير وحده نتاع الاسكالوب، نزيد لها وحده تاع البصل، نتاع البصله، نزيد وحده تاع الاسكالوب، نزيد نعمرها بالاسكالوب ولا صدر الدجاج ولا، وندير الطوماطيش سوغيس. يعني هكذا. وراح ندير هنايا فلفل حار، ونزيد نكمل بسكالوب. التتبيلة تاع الدجاج قد ما تخليها يعني تبات ولا تطول في السوايع راح تجيك مليح، شرب كامل التتبيلة. هكذا نزيد نكمل معك واحدة عندي هنايا سكالوب، نزيد لها واحدة تاع البصل يعني تعطيها بنة هايلة. اللي ما عندوش يعني فلفل ولا طماطيش ولا البصل يقدر يدير ثاني صدر دجاج برك، هاتي مليحة ثاني كيف كيف. هاكا راح نكمل كامل الكمية اللي عندي تاع الدجاج وراح نكمل الوصفة. وعندي هنايا البلونشا هي راح نشوي فيها كيما تقدري ديري في الطاجين، تقدري تشوي يعني في الطاجين يطيبو بيه الخبز. انا عندي هنا البلونشه راح ندير هنا عاود الشواء يعني نديرها ثاني. راح نخليها تشوى مليح ونكملو الوقت. شوفوا البروشيت بعد ما كملتها، شوفوا يعني جات هايله يعني بالتتبيله ديك تاع الدجاج يعني جاتني هايله. يعني قد ما تخلي التتبيله طول قد ما تعطيك نتيجه مليح. ودرتها شويه مع الفخيت ودرتها مع السلطه، راكم عارفين دائما المشويات نرافقهم بالسلطة ولا بالفخيت. ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاع التتبيله تاع صدر الدجاج ولا الاسكالوب ولا، ونقول لكم ديما شهيتكم في الجنه. ولو عجبكم الفيديو ما تنساوش يعني تشتركوا في القناة وديروا لي جيم. ونقول لكم ربي يحفظكم. السلام عليكم في أمان الله.